أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. شخص يريد أن يتوب من فعل اللواط، ماذا عليه أن يفعل لكي يتوب من هذا الفعل؟ شروط التوبة المعروفة من كل معصية: أولا الإقلاع عن الذنب وتركه نهائيا، وقطع الوسائل التي تؤدي إليه، ما هو بس يترك الذنب ويبقى على الأسباب التي تؤدي إلى هذه الجريمة من الاختلاط بالفاسقين وإطلاق النظر وغير ذلك من أسباب الفتنة، بل يبتعد عن الجريمة وعن أسبابها. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يعزم أن لا يعود إليها مدى حياته، يعزم أن لا يعود إليها مدى حياته، فإن كان في نيته أنه سيعود إليها مرة ثانية في وقت آخر، هذه توبة مؤقتة لا تقبل، هذه توبة مؤقتة لا تقبل. والشرط الثالث الندم على ما حصل منه، والاستحياء من الله، والخوف من الله عز وجل. هذه الشروط الثلاثة شرط للتوبة من كل ذنب، فإن نقص شرط منها لم تصح. نعم.